أخبروهم أن كل ما نبحث عنه هو رجولة تقهر الألم لأجلنا وتفرش الورود تحت أقدامنا حبا وتواضعا. نبحث عن الإكرام والكرم وطيب الخلق والأصل ومخافة الله في عشرتنا. أخبروهم أننا نحب الهدايا الثمينة البراقة ككل النساء، لكننا نعشق أكثر ذاك التاج الذي يضعونه فوق رؤوسنا ودا وحياة وتقديرا، وأن طفلة فينا لا تكبر، وأن سنوات العمر لا تعنينا، وأن كلمات الغزل عندنا صحوة تبعد عنا التعب والإرهاق وتجعلنا كنجوم تلمع بالسماء كلما أظلم الليل تهتدي بها قلوب الضالين التائهين، وأن وردة حمراء يخفونها خلف ظهورهم ذات مساء تفوق كل لغات هذا العالم سحرا وقوة، وأن همسهم لنا بأننا الأجمل بعد نهارنا الطويل يجعلنا نرقص كطير. أخبر الرجال أننا نحب السفر والإبحار، وأن أجمل رحلات العمر تبدأ بين كفوفه ولا تنتهي إلا بسبات عميق في بؤرة العين. أخبر الرجال أننا لا نبحث عن كنوز الأرض، إذا وجدنا جزيرة في قلبهم نحن بها كنزهم الوحيد، وأن جميعنا نبحث عن أجمل الأشياء، لكننا سنكتفي برجل يرانا الأجمل، يرى العيوب فينا تحديا ويرى أننا أمانة الله بين يديه.